تعال انا هاكلك حاجه على مزاجي. ماشي مش فارقه يلا. تقوم واخد صاحبتك وطالع بيها واخدها على مطعم برضو يعني في الخفيف كده برضو يعني عشان ايه؟ المفروض ان انت هتحاسب. واحده نازله بتقول لك انا ميته من الجوع واكلني اي حاجه، فانت كده كده نازل على الكوع النهارده يا نجم. المهم تفضل ماشي كده وتقوم تلاقي عربيه في الشارع وبتاع، وبعد كده هاكلك سندوتشات من هنا. ايه ده؟ سندوتشات كبده وسجق؟ ايه ده ياي؟ لا 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 انا عايز اكل حاجه احلى. لا لا ماليش انا في الكبده والسجق، وبعدين انا اصلا يعني انت مش ميته من الجوع يا بنتي؟ ما كلنا كده 8 سجق 8 كبده. لا لا انت مش خارج مع صحابك، انت خارج معايا. اكلني اكل بنات. اللي هو اكل بنات ده؟ ايه اكل بنات ده يعني؟ فاهمينا طيب. مش عارفه اي حاجه. البت دي هبله يا جدعان ولا ايه؟ بقول لك ايه يا بت، انت تخرج ماكدونالدز، تعال نطلع على ماكدونالدز. لا 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 يا مش عاجبني. لا كنتاكي. لا لا ما بحبش كنتاكي. يا تتعبتيني معاكي، هتاكلي ايه النهارده؟ الله اي حاجه.